عقدت عبر الاتصال الإلكتروني المرئي جلسة مشاورات ثنائية بين وزارة الخارجية في مملكة البحرين ووزارة الخارجية في جمهورية تركمانستان الصديقة، وترأس جانب وزارة الخارجية سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وبمشاركة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية والتحمل، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركمانستان، وسعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة للشؤون الدولية، وسعادة السفير الدكتور إبراهيم يوسف العبد الله سفير مملكة البحرين لدى تركيا، والسيد أحمد محمد الطريفي السكرتير الأول بإدارة الدول الأفرو أسيوية. بينما ترأس جانب وزارة خارجية تركمانستان سعادة السيد رشيد ميرادوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبمشاركة سعادة نائب وزير الخارجية وسعادة رئيس إدارة دول الشرق الأوسط وإفريقيا وسعادة رئيس إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة الخارجية. في بداية الجلسة رحب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بسعادة السيد رشيد ميرادوف والوفد المشارك، معبرا عن حرص واهتمام مملكة البحرين بتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع تركمانستان لما فيه الخير والنفع للبلدين والشعبين الصديقين، منوها بنتائج زيارة الدولة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية تركمانستان في مارس 2019، والمباحثات التي أجراها جلالته مع فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، والتي أعطت دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. أكد سعادة وزير الخارجية أن هذا الاجتماع سيكون إضافة إيجابية لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، لا سيما التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والثقافة والصحة العامة ومكافحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من المجالات، ومؤكدا رغبة مملكة البحرين الصادقة في تعزيز الصداقة الثنائية بين البلدين بشكل أكبر في السنوات القادمة. من جانبه عبر سعادة السيد رشيد ميرادوف عن تقديره للعلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده ومملكة البحرين، مشيدا بما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، ومؤكدا حرص تركمانستان على تفعيل برنامج التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وبرغبتها في توسيع آفاق الصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. تم خلال جلسة المشاورات بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجهود المبذولة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية وسبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين. أكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود والتنسيق المشترك وتبادل الزيارات بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، تأكيدا لعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين. كما أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار المنطقة وتكاتف الجهود لوقف الحروب الدائرة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والسعي لإحلال السلام والاستقرار. كما تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ومعالجة تداعياتها على اقتصادات دول العالم.